الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، هدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربه وهداهم إلى الصراط المستقيم، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وقتفى أثره وترسم خطاه واتبع سنته عليهم جميعا صلوات دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتباع أمره واجتناب نهيه، كما أوصيكم ونفسي بطاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به واقتفاء أثره، فإن في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاحا وفلاحا ونجاحا وسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان الصلاح والفلاح والنجاح والسعادة دنيا وأخرى، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المسلمون، روى الإمام البخاري رحمه الله عز وجل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أيها الإخوة المسلمون، نحن في نهاية عام هجري، ونستقبل إن شاء الله بعد أيام عاما هجريا جديدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير وبركة ونصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا، أن يهل علينا هلال هذا العام باليمن والإيمان والأمن والسلامة والإسلام، وأن يجعله هلال رشد وبر على الإسلام والمسلمين في كل مكان. ونحن في نهاية كل عام ينبغي علينا أن نراجع حساباتنا. يعود المسلمون الآن من تأدية فريضة الحج، ولا بد أن يكون للعائدين منهج، فقد ختموا عامهم لفريضة قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أداها دون أن يكون قد أصابه رفث أو لغو أو فسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن لكل واحد منا محاسبة للنفس. ووجدت هذا الحديث في صحيح البخاري يربط بين الإسلام وبين الهجرة، فقلت يا سبحان الله، ليت المسلمين يعون الإسلام وعيا جيدا، ثم ليس المسلمين أيضا يعون الهجرة وعيا جيدا. قلت أتحدث مع أنه حديث مشهور. المسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ الحديث كده ويقول المسلم، يعني المسلم الكامل، الكامل الإسلام. المسلم الذي ينبغي عليه أن يتصف بهذه الصفة، صفة المسلم يعني المطيع الخاضع المنفذ لأمر الله عز وجل، هذا هو المسلم. المسلم الكامل هو الذي يكون صادقا في قوله، المسلم الكامل هو الذي يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. المسلم الكامل هو الذي لا يظلم إخوانه، والذي يحفظ لإسلامه هذه القيمة، فلا يظلم مسلما ولا يلمزه بلسان ولا يتحدث في حقه بشيء ينقص من قدره في حضرته او في غيبته. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ونحن جميعا مر علينا هذا العام، سواء الحجاج او المقيمون، مر عليهم هذا العام وسينتهي ان شاء الله بعد ايام. اليس من الجدير بنا ان نسأل انفسنا سؤالا، ماذا عملت في هذا العام بالنسبة لنفسك؟ وماذا عملت في هذا العام بالنسبة لإخواني المسلمين؟ وماذا عملت في هذا العام بالنسبة للمجتمع الذي أعيش فيه؟ أسئلة، نصائح قيمة ينبغي أن يعيها المسلم. المسلم، المسلم الكامل، من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولأمر ما نرى أن سلامة المسلم، سلامة المسلمين من لسان المسلم ويده، ربما يكون باللسان يقول الإنسان في أخيه شأنا شيئا وهو غير صادق فيه، فعليه أن يحاسب نفسه، هل أنا محق في قولي أو أنا متجنن على أخي؟ يسأل كل واحد منكم نفسه. هذا عام يمر وسوف نسأل أمام الله عز وجل يوم القيامة عن أمور لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه،
وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. سيسأل كل واحد منا عن عمره. قضيت عمري وانا امشي بين الناس في الوقيعة فيما بينهم، او في اغتياب اخواني المسلمين اتحدث عنه في غيبتهم. هذا ستسأل عنه. عام هو مر كده، مر احنا باقي لنا من العام هذا، نريد ان نختمه بحساب. بقيت ايام، فليسأل كل واحد منا نفسه، هل انا وقعت في اثم؟ لوثت سمعة اخ لي؟ اكلت من حرام؟ هل اخذت شيئا بغير حق؟ سألوا سبع فضل ايام بسيطة على نهاية العام، لعل الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الحساب ان يفرج كروب هذه الامة. ممكن وانا بحاسب نفسي كده، كل واحد منا يحاسب نفسه، ماذا عملت لزميلي في العمل، وكم ظلمت في هذا العام من ناس، وكم جنيت على اخرين. اللسان ده المسلم، من سلم المسلمون من لسانه، يبقى اللسان بالكلمة او اللسان بالاشارة. ممكن انسان ينتقص من قدر واحد، وربما وهو يتحدث مع اخرين يخرج لسانه سخرية وانتقاصا من شأن هذا اللسان. ولذلك كلمة لسانه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اما ان تكون بالكلمة بالقول، او ان تكون بالايه بالصورة. واحد يطلع يخرج لسانه سخرية واستهزاء من اخوانه المسلمين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ورب كلمة لا يلقي لها المرء بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، ورب كلمة يقولها الانسان لانقاذ مسلم ترفع من شأنه وتجعله امام الله عز وجل مجبورا ومحبوبا يوم القيامة. نصيحة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واليد قد تؤذي، وكم بطشت ايد على اخرين بدون حق، وكم جنت على اخرين بدون ذنب. وهو مسلم ويجني على الاخرين بيده، وهم مسلمون ايضا مثله، يجني عليهم دون ان يحاسب نفسه، ودون ان يقول لنفسه والله لقد عرفت من نبي محمد صلى الله عليه وسلم انه ما ضرب بيده قط الا ان يكون محاربا في سبيل الله عز وجل. يضرب الاعداء، لكن يضرب مسلم ويؤذيه ويؤلمه. هذا ما اردنا ان نقوله في هذا الحديث لنختم به هذا العام. بقيت ايام، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا انفسكم وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم يوم القيامة. زنوا اعمالكم، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وربط بين الاسلام والهجرة، هجرة جاية، العام الهجري. العام الهجري له ذكريات في حياة هذه الامة، ذكريات الجيل الاول الذي كان
يعمل من اجل اعلاء كلمة الله ورفع رايته ونشر دينه في الارض. الدين الاول بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكريات الصديق ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ذكريات الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه. ذكريات الخليفة الثالث ذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. ذكريات الخليفة الرابع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ذكريات ابي عبيدة امين هذه الامة. ذكريات الزبير ابن العوام سعد ابن ابي وقاص الجيل الراقي الفريد الذي سجل الله عز وجل سيرته في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. خير القرون قرني. الرسول عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثلاث قرون بعد ذلك ثم يأتي بعد ذلك أناس يشهدون ولا يستشهدون. يتبرع بالشهادة هو ما شافش شيء. يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويكذبون ولا يصدقون. عجب. حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من اختلال القيم ومع ذلك وقع فيها الكثير من الناس لان الشيطان استهواهم ولان الدنيا غرتهم وحسبوا ان هذه الدنيا ربما تجعلهم او ربما تخلدهم او ربما يخلدون فيها ونسي هؤلاء ان الله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. متاع. تكذب وتشهد شهادة الزور وتجرم وتضرب الاخرين وتسبهم وتلمزهم بلسانك وتظن انك باق ونسيت ان هذه الدنيا انما هي ليست الا معبر وليست مقر. يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى الا مثلها. قلت ان الله سجل للسابقين في القرآن الكريم في كتابه. سجل لهم وذكر انه رضي عنهم ورضوا عنه. اسمعوا هذا. اسمعوا هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. جيل كان جيل عظيم. من الممكن ان يتكرر هذا الجيل ام من الممكن. لكنه يحتاج الى جهد مثل الجهد الاول والى قيادة مثل القيادة الاولى. قيادة النور. قيادة الشرف. قيادة الرفعة. قيادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قيادة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. نستطيع ان نكرر جيلا فريدا ينتصر للاسلام وينتصر للمستضعفين المستذلين من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها بشرط ان نكون على مستوى الاسلام. المسلم المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويربط الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين المهاجر. وكأن المهاجرين الذين هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهاجروا الا بعد ان عايشوا اسلامهم. عايشوا اسلامهم حقيقة لا ادعاء. عايشوا اسلامهم بصدق لا بادعاء. عايشوا اسلامهم بخضوع واستسلام وذل لله رب العالمين. كان الواحد منهم يقف في الصلاة يناجي ربه لا يفكر الا في مرضات الله
عز وجل. من الممكن ان يتكرر هذا الجيل لو عادت لهذا الجيل فكرته وتأصلت في هذا الجيل رسالته، تأصلت في الجيل الذي نعيشه هذه الرسالة، هذه الرسالة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء ناصعة: لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللي بيبعد عن هذه الرسالة يهلك. المسلم ثم المهاجر، وكأن المهاجر لا يرتقي إلى مستوى الهجرة إلا إذا حقق الإسلام. حققوا في نفوسكم الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، حققوا الإسلام وجربوه في مجتمعاتكم من خلال معاملاتكم اليومية، من خلال عمركم حققوا الإسلام. لا يكن في قلب واحد منا غل ولا حقد ولا حسد ولا كراهية ولا أنانية. كونوا على مستوى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ما ثوابهم؟ ما أجرهم؟ ما جزاؤهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا يا رب. جيل بالإمكان أن يتكرر، لكن لابد من قيادة، قيادة تعلي أمر هذا الدين وتعيده مرة ثانية. ولله ضر الداعي بهذا الدعاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نؤمن على دعائه. قال هذا الداعي: اللهم قد أصبحت أهواؤنا شيعا، أهواء كثيرة جدا متفرقة ومتعددة. اللهم قد أصبحت أهواؤنا شيعا، فمن علينا براع أنت ترضاه. آمين يا رب. راع يعيد إلى الإسلام سيرته، يرعى بنيه وعين الله ترعاه. اللهم استجب يا رب. جيل قبل ان يهاجر اسلم، اسلم اولا، اصبح مسلما، وبعد ان اسلم كل شيء في هذه الحياة اصبح بالنسبة له رخيصا، الا بقاء هذا الدين ونقاء هذه الرسالة وتكامل هذه الدعوة. اصبح كل شيء رخيص، اصبح ماله في سبيل الاسلام رخيصا، واصبح بدنه واولاده في سبيل هذا الدين ايضا في غاية الرخص، لانه عرف ان الهجرة هي ترك كل ملذات هذه الدنيا، كل مشتهيات هذه الدنيا، كل ما يربطنا بهذه الدنيا. هاجروا، هاجر السابقون وتركوا وراءهم في مكة ديارهم واموالهم واهليهم، مفضلين على ذلك مرضاة الله عز وجل وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قدم الاسلام اولا، ثم بعد ذلك لابد من تضحيات. بعد ما نعرف الاسلام ونتذوق الاسلام، نتذوق حلاوته ونعرف ان الاسلام دين، ان الاسلام دين تضحيات، دين ينبغي على المسلم ان يضحي في سبيله بكل غال وثمين. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره اذلنا الله. لن تقام لهذه الامة قائمة نصائح في اخر العام، نصائح لن تقام لهذه الامة قائمة الا بالعودة الى الاسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ثم هجرة. هجرة ما فيش هجرة بعد الفتح. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ما فيش هجرة، لا، هناك هجرة للمعاصي. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وفي رواية ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه.
المهاجر من هجر عايز يحقق هذه الشعبة من الهجرة علي أن يهاجر، أن يهجر ما نهى الله ورسوله عنه. نهى الله عز وجل عن الحرام، فاهجر الحرام يا أخي المسلم. نهى الله ورسوله عن أكل السحت وأكل الربا وأكل الرشوة وأكل أموال اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل والغصب وشهادة الزور وعقوق الوالدين. نهى الله ورسوله عن هذه الأمور، فينبغي أن تهجرها. المهاجر الذي يريد أن يحقق لنفسه هذه الصورة أن يهجر ما نهى الله ورسوله عنه. أيها الإخوة الأحباب، حديث ربما سمعناه مرارا وتكرارا، لكنه في هذه المناسبة أولى بأن يراجع كل واحد منا نفسه في نهاية العام، بدلا من النوم وبدلا من الغفلة وبدلا من أن يشعر كل واحد منا بأنه أدى ما عليه بصلوات أو ركعات يركعها. فليس الإسلام ركعات، وإنما الإسلام دين كامل بكل مهيمن على كل جوانب هذه الحياة. فكونوا مع الإسلام حيثما كان، ودوروا مع القرآن حيثما دار، حتى يصلح الله أحوالنا، وحتى يعيد الله للأمة أمجادها، وحتى ينصر الله عز وجل المستضعفين في كل مكان من إخواننا المسلمين، ينصرهم على عدوهم وعدو هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد. ما بعد، أيها الإخوة المسلمون، المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وكما قلنا لن تتحقق لنا الهجرة بعد فتح مكة، وإنما نستطيع أن نحققها بترك المعاصي وترك المنهيات في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما فتحت مكة جاء بعض الذين كانوا فتحت مكة جاء بعض الذين كانوا في مكة ولم يهاجروا إلى المدينة، جاءوا ينظرون إلى سبب تراجعهم أو تأخرهم عن الهجرة، ولم يكن لهم داع للتأخر، فوجدوا أن السبب الخوف على الأولاد والخوف على الزوجة والخوف على الأموال. فلما وجدوا أن السابقين الذين هاجروا سبقوهم بهذه الشعبة، حنقوا على الأسباب التي جعلتهم يتأخرون عن الهجرة. نظروا إلى زوجاتهم وإلى أولادهم وإلى أموالهم، وأرادوا أن يعتزلوا كل هذا. رد عجيب جدا، كانوا الأول خايفين، الآن أصبحوا عاجزين عن المال والزوجة والأولاد، لأنهم سبب في تأخرهم، ما خدوش درجة الهجرة. فنزل القرآن الكريم يقول لهؤلاء ولكثير ممن لم يقبل على أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أموالكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ربنا سبحانه وتعالى غفور، قال لهم خلاص بقى، يعني انتم اتأخرتم، لين دلوقتي تعتزلوا الأولاد والزوجات؟ لا، حافظوا على الزوجات والأولاد، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
وكون القرآن يقول لهم هذا لما يريد منهم أن يريد أن يعلم الذين يأتون بعد ذلك أن الذي لا يبقى إنما الذي لا يبقى في حياة الإنسان مش حرصه على نفسه وحرصه على أولاده وحرصه على زوجاته فقط، وإنما الحرص على القيم، القيم الراقية. ومع الحرص على القيم الراقية لابد أن نحافظ على أولادي وعلى زوجاتي. القيم الراقية أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أقوم بتربية أولادي والإشراف على زوجتي والإشراف على أبنائي. ده كله مطلوب. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هكذا تعلمنا من القرآن العظيم. لكن كان هناك في الجيل الأول من نظر إلى المال. عندما جاءت قريش وقالت لصهيب الرومي وهو مهاجر، قالت له أتيتنا فقيرا وتريد الآن أن تهاجر ونحن نعلم أن عندك مالا كثيرا؟ فقال لهم بعزة المسلم وعظمة المؤمن، قال لهم بإباء، قد والله يا معشر قريش تعلمون أني رام ماهر، ولن أسلمكم نفسي إلا بعد أن أفرغ ما في كنانتي من سهام في صدوركم. قالوا له نخلي بينك وبين الهجرة على أن تدلنا على مالك. فقال لهم شيء سهل، ودلهم على المال. وعندما وصل إلى المدينة المنورة سبقت هذه الآية القرآنية التي نزلت في شأنه وفي شأن أمثاله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وعندما وصل استقبله الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. قال ماذا يا رسول الله؟ قال لقد نزل في شأنك قرآن هذه الآية، لأنك تركت المال وهاجرت إلى الله ورسوله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أيها الإخوة المسلمون، لا أريد أن أطيل، لكننا نريد أن نقول حققوا في أنفسكم الإسلام، وحققوا في أخلاقكم الهجرة، هجرة ما نهى الله ورسوله عنه، وجربوا بعد ذلك، جربوا الدعاء، أن نضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يكشف عن هذه الأمة في كل مكان البلاء، وأن يرفع عنها الشقاء والعناء، وأن يرد عنها عاديات الأعداء. جربوا الإسلام وهجرة ما نهى الله ورسوله عنه في مجتمعاتكم، وهو أمر ربما تجدونه صعبا، لكن فلنخطو خطوة إلى الله، لعل هذه الخطوة تسجل لنا ولكم، وتكون آخر خطوة في حياة الواحد منا إذا مات عليها بهذه النية، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته، وأن يكشف عنا وعن سائر المسلمين كل نقمته، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعزمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك نصرك للمستضعفين من المسلمين في كل مكان، نصرك للمستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي الأقصى وفي لبنان وفي الشيشان وفي السودان
اللهم ايدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك واعنهم بعونك يا رب العالمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم اختم لنا هذا العام بختام نصر يسند صدورنا وصدور المسلمين في كل مكان. نصر على اعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارح قلوبنا واثلج صدورنا من اعداء هذا الدين. اللهم مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الاحزاب، اهزم الاحزاب التي تتسلط على المسلمين في كل مكان، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تحفظ رئيس هذه البلاد، وان تحفظه وتصونه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم احفظه وعافه في دينه وفي بدنه وفي دنياه. اللهم اجعله لسان خير وعز وبر ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أيد الراعي الصالح في كل بلد مسلم يا رب العالمين. اللهم أعلي شأن عبادك المؤمنين في كل مكان يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.